زي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. برج القوس ليوم الاثنين 21 مارس أدار 2022. الأيام دي هتبقى جميلة جدا ومليانة بالحظ ليك يا قوس، فاستمتع بيها. عليك انك تقوم بكل الحاجات اللي انت حابب انك تقوم بيها، والاخص الامور اللي كانت صعبة بالنسبة ليك واللي انت كنت مأجلها زي الامتحانات والاعمال اللي بتطلب منك حظ سعيد. فالنهاردة الوقت مناسب علشان تعمل كده. في فترة ما بعد الظهر النهاردة ممكن تخرج بشكل مبكر عن شغلك النهاردة، لان هيكون عندك شوية الامور العائلية اللي محتاجة منك انك تحلها، والشخصية اللي هتحتاج انك تعالجها. بالنسبة ليك مهنيا عليك انك تتجنب كل انواع الحاجات اللي ممكن تكون مش قانونية بالنسبة ليك في شغلك، ولا ممكن تبرز اللي هو ممكن يكون مسموح ليك اكتر علشان ما تقعش فريسة لاشخاص بيتمنوا ليك السوء. بالنسبة ليك عاطفيا تصرفات حبيبك النهاردة هتبقى جميلة جدا جدا وهتستفزك بشكل كبير، وممكن تخليك تدفعك النهاردة لانك تتصرف معاه بالمثل في اليوم ده، وهتحاول انك تضبط اعصابك اكتر. فخليك هادي اكتر علشان ما تتوترش ولا توصل لنفس الحالة معاه. بالنسبة ليك صحيا ممكن ينتابك النهاردة بين الحين والتاني شعور كتير جدا بالكآبة في يومك ده، ودي مجرد مرحلة عابرة، فما تقلقش كل ضغوطاتك دي هتنساها مع مر الأيام. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 نوفمبر ل 2 ديسمبر، هيوصل القمر النهاردة لنهاية فترة فيها استبطان كتير، وهيكون عندك شوية ساعات النهاردة لو حبيت انك تضبط استراتيجيتك في اليوم ده وتركز فيها على بعض المخاوف اللي هتكون عندك في اليوم اللي جاي، وهتكون مشغول بشكل كبير او حتى مشتت او حتى مرتبك على انك تركز على حاجة واحدة. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 3 ديسمبر ل 12 ديسمبر، بالنسبة للمتزوجين النهاردة هيكون الجو حار جدا ومناسب، وهتتاح ليكم فرصة علشان تتكيفوا مع عطشكم لأحاسيسكم اللي هتكون جديدة جدا في علاقتكم، وهتبقى حسية للغاية مع شريك حياتك في الوقت ده. لو كنت عازب النهاردة ممكن تواسي نفسك بإحساسك الجميل والنظر للحاجات اللي هتكون حلوة جدا، وهتحاول انك تتذوق الأشياء اللي هتبقى لذيذة علشان تتناولها بشغف اكتر. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 13 ديسمبر ل 21 ديسمبر، هتضع النهاردة لمسات هتكون اخيرة على كل خططك الفورية، وهتاخد من خلالها قصة هيكون حلوة جدا من الراحة قبل ما انك تنتقل للشغل، وهيكون اليوم ده هادئ بشكل كبير وسليم ليك. بقى ممكن تبقى فيه منعزل ومناسب جدا لكل انواع التحاليل الصادقة اللي هتكون بتواجهك لموقفك ده، وهيتم تحديد المهن الطبية اللي هتبقى مناسبة ليك والاجتماعية بشكل واضح جدا في اليوم ده. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، مع وجود القمر في برج العقرب طول شهر مارس اليوم ده هيكون مصممين اكتر، وهنكون هادفين ومتحفزين في الفترة دي. ممكن تتاح لينا قدامنا فرصة علشان ناخد زمام المبادرة بشكل كويس، او حتى ناخد اجراء بشأن الامور اللي ممكن تؤدي لاننا ناشفة ونتطهر او حتى نتدرس. ممكن اننا نشعر باحساس هيكون لطيف جدا ومحفز جدا في رسالة. من المحتمل حتى يكون عندنا شعور بالخوف شوية عندما نعالج مناطق فيها مشاكل اكتر. ممكن اننا نشعر بالدوافع النهاردة علشان ناخد اجراءات هتكون ايجابية علشان ندافع بيها عن نفسنا وعن كل الاشخاص اللي حوالينا ونساعدهم. هنكون حابين اننا نوصل لحل لكل مشكلاتنا ونلتزم بمشاريعنا وانشطتنا، واللي بتدينا احساس قوي جدا بالهدف. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.